لفيت شوارع وخدتني سكت حياتي ومشوارها، شفت البيوت لما بتقدم إزاي بتكتم أسرارها. اتنين في بحر تاريخ عدى والماضي جاء قصادهم هدى، شيماء وندى بتشوف فيهم القاهرة بكل أثرها. المكان جميل يا شابات يا حلوين، مكان خرافي يعني. واحنا ماشيين في القلعه ما توقعتش ان يكون في حاجه كده جوه العماره القديمه دي. شكرا ليكي، منورانا. ميرسي يا ندى وشيماء. ممكن بس اعرف جوه بقى المكان ده ايه الخدمات اللي بتقدموها؟ بتعملوا ايه؟ يعني انا واحد بخش أوكي. اعمل ايه؟ لو انت في يوم عادي، مش يوم مثلا في ايفنت او اي حاجه انت جاي لها مخصوص، هتيجي هتلاقي مكان جو أجواء مريحة جداً. ممكن تقدر تعمل فيها إيه بقى؟ ممكن تذاكر. عندنا هنا مكتبة زاخرة بالكتب، لغات مختلفة، أنواع مختلفة، فممكن تقرأ فيها. عندنا إنترنت ممكن تشتغل. طبعاً إحنا فتحنا بعد الكورونا، فكان كل الناس أصلاً بتشتغل من البيت وكل الناس عايزة إنترنت، فكأنه working space. فحبوا بقى الموضوع هنا قوي يعني، علشان كمان محدش يقعد يشتغل في بيته ويزهق، بقوا بيجوا هنا بيشتغلوا هنا، ياخدوا كورسز هنا. المبهر فيه انه كووركينج سبيس في القلعه، ما هوش مثلا فاهم قصدي في الدقي في المهندسين في القلعه. كمان خدي بالك من حاجه، ان المكان نفسه الاجانب هنا بتيجي كتير قوي، والناس الزيارات لاماكن السلطان حسن والرفاعي، فاوقات بيبقوا عايزين مثلا ياخدوا بريك عشان يقدروا يكملوا جولتهم، لان المنطقه مليانه مناطق اثريه طبعا. فهم لما لقوا ان مكان زي تيكيت مسافر بالكواليتي دي بالحاجه الكويسه، ان هو يطلع كمان في راحه، من اول ما يطلع في راحه تيكيه بقى. بالظبط، وشقه قديمه. احنا واخدين اسمنا كتير قوي. ليه سميته تيكيت مسافر؟ بصي، هو يعني كلمه تيكيه نفسها هي كانت زمان من ايام المماليك، كان المصطلح ده بيتقال لما كان الفقراء بيتجمعوا في مكان والاغنياء بيصرفوا عليهم بس كاكل وشرب وكده. وبعد كده الواحد بيحب الصوفيه شويه، فالتصوف لما الصوفيين لما دخلوا، هو فكره التكيف حاله من الزهد، ان انت بتدخلي في المكان زهد بقى، ما تيجي على العالم الخارجي، تدخلي في عارفه اللي هي القوقعه بتاعتك، ما انت حد صارف عليك. فالتكيه احنا عملناها كده، بس احنا عايزين نعملها تكيه ان بيجي ياخد ثقافه وفن، كل ما له علاقه بالثقافه والفن هتلاقيه عندنا. ومسافر هي مش رحاله، عشان الناس كتير بتفكر رحاله، يعني كل واحد بيدخل التكيه بيسافر في العالم بتاعه. بيسافر. سواء مثلا انت مثلا بتسافري تقري كتاب. بس هم الصوفيين ما كانش حد بيدفع عليه، يعني ما كانش حد بيديهم اكل. هم الصوفيين كانوا بيروحوا التكيه بيمارسوا شعائرهم فيها، يعني أيوة. كل مثلا طريقه صوفيه بتروح التكيه بتاعتها وبتمارس فيها الشعائر دي، بعيد بقى عن اللغط والناس والدوشه. انتوا بتحبوا الكتب قوي. صح. كان مكتوب هنا مثلا تكيه مسافر صداقه. ايه ليه صداقه؟ لا ده هنا كنا هنا عاملين، طبعا هو فعلا صداقه المكان بيبقى صديق للناس كلها، بس احنا كنا عاملين هنا معرض صور، وكان في صور هنا بتحوي صداقه. فانتم كتير بتعملوا معارض مختلفه. هل بتعملوا كونسرت مثلا، او حد يجي يعزف عود او اله، او بنعمل حفلات احنا مثلا الاول الكتب احنا دي الحاجه الوحيده اللي طلبناها. يعني اول ما جينا نعمل التكيه، الناس قالوا عايزين ايه، نساعدكم في ايه، قلنا لهم اي حد عنده كتب. لا اصدقائنا بيجز. بعد كده احنا لما جينا عملنا البيج قلنا للناس احنا عايزين كتب، اي حد عنده كتب. بس طبعا الناس حوالينا طبعا ادونا كتب، وبقينا نيجي نلاقي اصلا على الباب كتب متعلقه. مؤخرا بقينا يعني لو ما لقوناش بنلاقي الكتب، بيعلقوا لنا الكتب ويكتبوا لنا مثلا صفحه احنا اللي بعتنا كتاب. الله. دي حاجه جميله خالص. فالكتب دي كلها احنا ما جبناش منها اي حاجه، كلها اهداءات وكلها ناس وحاجات كمان حلوه يعني، لا مهمه جدا. بالظبط، قيمه يعني. الناس مش بتدي لنا اي حاجه وخلاص، حاجات موقعه مثلا من نجيب محفوظ، موسوعات فظيعه مش موجوده اصلا، حاجات يعني كتاب الاغاني بتاع الاصفهاني كامل عندنا. عندنا مجموعات كتابيه مهمه جدا ومفيش منها هنا تاني. اشمعنى نقيته القلعه؟ لا هو المنظر خرافي، بس اشمعنى عند السلطان حسن؟ السلطان حسن مش القلعه قد السلطان حسن. بصي، هو الموضوع ببساطه شديده، هي في البدايه كل حد فينا عنده عايز يعمل الفكره دي، فانا بنتردد هنا كتير. فانا كنت مره جايه هنا بتمشى انا واثنين صحابي، وكنت لسه كمان يعني راجعه من حاجه ايفنت، فقلت لهم تعالوا نتمشى نروح لوسط البلد. فالطبيعي احنا بنمشي كده ناخد شارع القلعه،
فأنا ماشية معاهم. أنا بصراحة موضوع الشقق القديمة ده بيبهرني، أنا بحب أمشي في الأحياء القديمة جدا جدا، منيرة بقى، حلمية، شبرا، تجيلي في كل الأحياء بحب أتمشى فيها وبصورها. فأنا ماشية مع أصحابي بالصدفة لقيت هم ماشيين وأنا ببص كده على التكاية من تحت، بلكونات بقى شدتني. طبعا هي كانت حالتها كان شكله ايه قبل ما توضب؟ لا كانت حلوه، كانت حلوه يعني انا بشتاق لها اصلا، وهي قديمه كمان قبل ما نجدد. ما هي لسه قديمه يا شيماء. لا 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 لما كمان قبل ما نطور يعني بالتراب بالسقف اللي واقع بكده كانت برضو تحفه. هي اللي شدني فيها انرجي، فيها الطاقه بتاعتها. اللي شدني بصراحه وخلاني انجذب لها البلكونات من تحت والخشب، تندت الخشب. انا تندت الخشب يوم شفتها صحابي لدرجه ان هم مشيوا وانا وقفت صورتها، يعني حب من اول نظره. وكان موجود بقى اليافطه ان هي بتتباع وكده.